ماشي، احنا النهاردة يا شباب هنعمل الانتجريترز والديفرينشيترز اللي هو شيت 4. اوكي، الأيام بتجري. وانت المتر من بعد قد ايه؟ فاضل له قد ايه؟ اسبوعين. 27. هو معنى كده ان الاسبوع ده شغال، الاسبوع الجاي شغال؟ سكشن ولا محاضرة؟ سكشن. هو الدكتور قال كمان ان الكوتش بتاع المتر بيجي لحد ما ماشي ماشي. انا بسال عامه ما عشان انا اللي احط الميدتيرم، فانا اكيد مش هحط لكم حاجه انا ما عملتهاش معاكم. يعني مش المفروض نقف لحد الاسبوع ده؟ احنا اخرنا الاسبوع ده. في كان بتاع الميدتيرم يعني، عشان الناس المفروض بقى بنلم الحاجات الاسبوع الجاي. ما انا عشان كده بسالكم. هو 27 ده هيبقى كام ثانيه كده؟ السبت اللي هو جاي ده، اللي هو مش الجاي ده، اللي بعده. السبت مش اللي جاي ده، لا اللي بعده. فعلا صح. ماشي. طيب انا حاجة اشتغل بقى بس. تمام. ماشي، احنا عندنا الانتجريتر والديفرنشيتر، هما في الاخر شبه يعني الانفرتنج امبليفاير العادي بتاعنا. اوكي، فمثلا في نمبر 1 مديني الرسم عامله كده، ما حطيت لي فولتج سورس بالشكل ده ومسميه في اس. ماشي، ف بيقول لي الانبوت فولتج اوف ذا انتجريتر از ريكتانجولار بولس. هو مديني ان هو ريكتانجولار بولس بالشكل ده، بعدين امبليتيود 5 ويدث 1 مللي. مديني المدة دي كده 1 مللي، والامبليتيود دي 5، ده كده في اس. فبيقول لي draw the waveform at the output، عايزني ارسم ال output voltage مع ال time. وبيقول لي assume ان ال V out هيبقى بادئ من صفر. اوكي، وهنعرف ليه ال assumption دي. ماشي، فزي ما بقول لكم احنا هنحله عادي، ان هو انفرتنج امبليفاير عادي جدا. هنسمي ده بدل ما احنا مسمينه سي هنسميه زد سي عشان نعرف نحل السؤال عادي. اوكي، فاحنا في الانفرتنج امبليفاير كنا بنقول ان في اوت ايكوالز نيجاتيف ار 2 على ار 1 في في ان، او في الحاله دي اسمه في اس. صح كده؟ فالاختلاف في ايه؟ احنا كنا بنقول ار 2 اللي هو الريزستنس اللي فوق على الريزستنس اللي تحت، فالريزستنس اللي تحت اسمه ار ما اسمهوش اي 1. اوكي، واللي فوق ما بقاش ريزستنس، بقى امبيدنس، بقى كاباسيتيف امبيدنس. فاحنا الكاباسيتيف امبيدنس كنا بنكتبه ازاي قبل كده من السيركتس؟ كان بيبقى 1 على اس سي. اوكي، والاس دي اللي هي البلس ترانسفورم. حلو، فاحنا هنشيل الار 2 ونحط مكانها دي وخلاص، هتبقى 1 على اس سي. اوكي، ونلم كله في دينومينيتور واحد، فيبقى عندي 1 على اس سي ار في اس. تمام، فليه ده اسمه انتجريتر؟ عشان احنا ال 1 اوفر اس دي لو جينا عملنا الانفرس لبلس ترانسفورم هيطلع لي انتجريشن. اوكي، فلو جيت عملت ده انفرس لبلس ترانسفورم هيطلع لي في اوت ايكوالز نيجاتيف انتجريشن 1 على سي ار في في اس دي تي. تمام، نعمل الانتجريشن، فيبقى عندي في اوت ايكوالز نيجاتيف تي على سي ار في اس بلس سي. اوكي، ف هي يعني الفي اس مضروبه في كل ده. كاني خدت الفي اس اوفر سي ار كومن فاكتور بره، هيبقى لي جوه تي بلس سي. تمام، فهو قايل لي ان اسيوم انه الفي اوت بادئ من صفر، فكون ان احنا بنقول ان هو بادئ من صفر ان انا السي دي بحطها بزيرو. تمام، ازاي؟ هنقول ان انا كده عند تي ايكوال زيرو، هنعوض عند تي ايكوال زيرو مخلين في اوت ايكوال زيرو. حلو، فلو احنا معوضين بتي ايكوال زيرو والسي معانا عادي، فهيبقى عندي في اوت ايكوالز نيجاتيف الكونستنت ده نيجاتيف في اس على سي ار مضروبه في سي، وانا قلت ان في اوت انا هخليها بزيرو،
فمعنى كده ده كونستنت ماليش لعب فيه. اللي ليا لعب فيه هو السي، فكون ان ده بزيرو يبقى كاني بقول زيرو ايكوالز يو مضروب زيرو، فالسي لازم يتحط بزيرو. تمام، فنشيل السي من عندنا ويبقى الايكويجن هي بالشكل ده، في اوت ايكوالز نيجاتيف في اس اوفر سي ار مضروب تي. تمام، وهو قايل لي كده كده معانا ان في اس خلاص هنحطها يا بخمسة يا بنيجاتيف خمسة على حسب احنا ماشيين في انهي حتة. اوكي، وبعد كده معايا انه ال C وال R، لحظة كده، ال C كان مدياني ب 0.1 مايكرو فراد وال R ب 10 كي. تمام، فانا اعوض الكلام ده تحت هنا وخلاص، يبقى عندي كده ايكويجن فيها ال V S يا بخمسة يا بزيرو، والدينومينيتور معايا وال T ده الفاريبل اللي بتحرك معاه. تمام، فلما نيجي نبص على الرسمة هنلاقي ايه؟ ان انا في الاول بادئ ب صفر ونيجاتيف خمسة. ايه هي اللي صفر ونيجاتيف خمسة؟ اللي هو في الرسمة بتاعت السكوير دي؟ الرسمة بتاعت السكوير دي؟ انا بادئ من صفر. لا، هو في الحل بادئ من خمسة، هو ما بيتعامل ان البالس على بعضه، يعني دي حاجة مش واضحة قوي في السؤال. هو بيقول ان هو البولس 5 فولت والويت بتاعه 1 ملي سكند، فلما يقول بولس دي كده انا متخيل ان هو بيبقى قصده سكوير ويف، بس هو راسم في الاجابه انها مجرد كده. كده وده كده 1 ملي. فيعني حاجة مش واضحة في السؤال بس مش مشكلة. اوكي؟ فهي دي ده الانبوت بتاعنا المفروض. فناخد الانبوت ده بقى كده نعوضه هنا ونشوف هيطلع لنا ايه مع التايم. فهنلاقي ان انا عندي ايه؟ حسب هو الحسبات ما اهتمتش بكام يعني في الاخر مش مهتم سي 1 اوفر سي ار ده بكام، بس انا مهتم انه هبقى بضرب في الحتة دي هيبقى عندي ال V out equals negative هنسمي ده 1 اوفر U مضروب في 5 في تي. اوكي، فانا كده عندي لاين السلوب بتاعه بنيجاتيف، يعني السلوب بتاعه بنيجاتيف 5 اوفر يو. حلو، فهنيجي في الاخر عشان نرسمه نعوض بالتو بوينتس دول، يعني نعوض عند التي بزيرو، فهنلاقي ان عند تي بزيرو احنا اوريدي قايلين ان في اوت هيبقى بزيرو، فاحنا بادئين عند النقطه دي. بعد كده نعوض عند تي ب 1 ملي، فيبقى عندي الفاليو نيجاتيف 1 اوفر يو مضروب في 5 مضروب في 1 ملي، ونشوف هيطلع كام. فهو طلعه 1 ملي برضه، ثانية كده لا نحسبها، أنا كده شاكك فيه. ماشي، إحنا معانا نيجاتيف 1 أوفر 0.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 مضروبة في 10 باور 4 10 باور 4 على أساس إن هي 10 تايمز 10 باور 3 يعني. بعد كده تايمز 1 ملي تايمز 10 باور نيجاتيف 3. فكده اللي تحت ده دي كده كانها 0.1، فهتبقى دي تايمز 10 باور نيجاتيف 7، ونشيل دي. فبقى معايا تحت ايه؟ تايمز 10 باور نيجاتيف 3. ماشي، يعني بقى معايا تحت تايمز 10 باور نيجاتيف 3 وفوق في تايمز 10 باور نيجاتيف 3، ففعلا الملي راحت مع الملي وهيبقى لي النيجاتيف 5 اللي كانت مضروبه هنا، ففعلا هتطلع زي ما هو عملها. فيطلع لي انه هفضل ماشي لتحت كده، هفضل انزل كده لحد ما اوصل النقطة دي اللي هي هتبقى بنيجاتيف 5 وخلاص. طالما انا بعد كده التيب زيرو فانا هكمل بقى، يعني انا المفروض ان انا بعمل ان ده بيعمل انتجريشن، فطالما هو بيعمل انتجريشن فهو بيأكيوميليت. اوكي، فهاجي من النقطة دي هعوض عند المفروض ان انا لما هاجي بقى اعوض عند الفي اوت الجديده هيبقى معايا الانيشال كونديشن بتاعتي، بما اني بعمل اكيوميليشن هيبقى معايا الانيشال كونديشن اللي هي نيجاتيف 5، فهيبقى هنا في نيجاتيف 5 معايا. اوكي، ناخد بالنا من الحته دي يعني. فلما هاجي بعد كده اعوض هيطلع لي ان الفاليو بزيرو، معنى ان الفاليو بزيرو عشان ما نقعدش كل مره نعوض بايدينا ونتلخبط في المنظر، معنى ان الفاليو بزيرو ان انا مش بيحصل عندي اي تغيير. اوكي، فهلاقي ان انا بقيت ثابت بالشكل ده. تمام،
انا حطيت نيجاتيف 5 عشان احنا في الاخر بنقعد نعمل انتجريشن. يعني احنا اصلا دي الاساس بتاعتنا, دي الايكويشن الاساس. فانا الايكويشن الاساس لما بعمل انتجريشن بيبقى عندي كونستنت او اللي هو الانيشال كونديشن. فانا الانيشال كونديشن هو في السؤال قايل لي ان انا ابدا لما يكون التي ب 0, يعني لما يكون التي ب 0 هبدا ان الفي اوت ب 0. ده كده كان مدياني كانيشال كونديشن. فانا وصلت ان انا بقيت واقف عند النقطه دي اوكي, وعايز اعمل انتجريشن تاني عشان عندي الفي اس الفاليو بتاعه اتغير, او عايز اعوض عنده بفاليو جديد عشان الفاليو اتغير. بس دي ستيل انتجريشن, فما ينفعش ان انا اعوض في الحته دي كده وخلاص على كده. لا, انا لو عوضت في الحته دي هيطلع لي بزيرو, فانا هلاقي ان انا يعني لو مشيت بكده وخلاص كاني عملت حاجه ابربت كده. ففيزيكلي مفيش حاجه اسمها كده. وفي نفس الوقت غير ان فيزيكلي مفيش حاجه اسمها يعني الديسكونتينيوتي دي, الديسكونتينيوتي دي ما ينفعش تحصل في الحقيقه. غير ده هو اصلا هي مش يعني طلع هنا غلط عشان انا هنا اعتبر عملت حاجه غلط. انا الانيشال كونديشن دي المفروض دلوقتي لا اخدها معايا خلاص, يعني المفروض ان انا واخد معايا الانيشال كونديشن عندي تي ب 1 مللي هيطلع لي الفي اوت ب 5 نيجاتيف 5. ممكن تعتبر انت عندك اكسس جديد, بس لا ستيل لو انت اعتبرت عندك اكسس جديد يعني ده طبعا نيجاتيف 5. تعتبر ان في لا قولي تاني ماشي انت بتقصدي واحده يبقى ليها ايكويشن والثانيه ملهاش سوري واحده ليها انيشال كونديشن والثانيه ملهاش انيشال كونديشن. لا ستيل مش صح, عشان انت حتى بعد كده لو جيتي كملتي من النقطه دي وكان البالس رجع تاني طلع ب 1, فانت كان هيبقى عندك الانيشال كونديشن برضو ان انت واقفه على نيجاتيف 5 مش بزيرو. فاهمين الفكره؟ قول لو مش فاهمين. لا وفاهمه؟ انتوا اتنين تمام؟ انتوا تمام؟ اوكي. ف هو في الاخر اللي هعمله ان انا لازم هرجع للايكويشن دي وارجع اعوض بالانيشال كونديشن كل مره. ويعني في الاخر انا مش بقول لكم تعملوا كده, انتوا مش هتقعدوا كل شويه تعملوا كده, انتوا هتفهموا على طول بما انه انتجريتر انه خلاص طالما الاوتبوت بزيرو يبقى كاني باكيوميليت زيرو زياده على اللي كان معايا, فهفضل ثابت بالفاليو اللي كان معايا. بس انا بقول لكم لو حد مش واصله الفكره دي قوي ففي الاخر ماثيماتيكلي لازم نرجع نعوض في الايكويشن دي. هقول ان انا لو انا واقف عند تي ب 1 مللي يعني اعوض هنا ب 1 مللي, فانا المفروض الاوتبوت بتاعي يطلع لي بنيجاتيف 5 واشوف السي هتطلع بكام. تمام؟ يعني انا عايز اغير في الانبوت ترجع للايكويشن الاصليه. ترجع للايكويشن الاصليه اللي فيها السي. تمام؟ بس يعني زي ما بقول لك انت هتلاقي مع الحل ان ده تضيع وقت وانت هتبقى فاهم لوحدك بما انه انتجريتر, فانت عارف على طول ان هو حاجه بتاكيوميليت معاك. فانت طالما الاوتبوت بزيرو معناه ان انت بتاكيوميليت ولا حاجه, او ان انت مش بيخش لك حاجه زياده, فانت هتلاقي انت الرقم ثابت. تمام؟ انا بس هو مكمل حل السؤال, هو المفروض السؤال خالص بس هو مكمل حل, فانا عايز اشوف هو بيعمل ايه عشان يعني افهم لو هو في معلومه عايز يضيفها يعني. لا هو مش يعني هو بيوضح بس اللي انا كنت بقوله, بس هو قال حاجه يعني ممكن برضه اوضحها لكم عشان توصل الفكره اكتر. هو ازاي بيعمل انتجريشن اصلا, او ازاي حوار الاكيوميليشن اللي بقول لكم عليها دي. في الاخر الكاباستر ده عندي بيشحن, ف احنا كنا قلنا قبل كده انه انا لما يكون عندي ريزيستنس وداخل له فولتج, الفولتج ده بيتحول لكارنت اوكي. فانا هنا مش عندي كارنت وبيطلع فوق يخش على الكاباستر, فالكاباستر بقى بيعمل ايه؟ بيخش له كارنت اللي هو في الاخر شويه شارج ماشيه, فالشارج دي هو بيخزنها عنده, فتخزينها هو ده اللي بيكون الفولتج. فاحنا لو كان بشكل ما يعني احنا في الاول كنا حاطين الفولتج بخمسة, فكان ممشي كارنت فكان الكاباستر قاعد بيشحن 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 فبيخزن لي فولتج, فعشان كده كان باين الفولتج بيزيد. هو في الاخر بيزيد بالنيجاتيف بس كماجنتيود بيزيد. تمام؟ لكن لما الفي اس بقت بزيرو انا ما بقاش في عندي كارنت ماشي, فالكاباستر ثبت مكانه, ما بقاش في حاجه زياده يشحنها, او ما بقاش في حاجه زياده يخزنها عنده, التشارجز وقفت. اوكي؟ لو كان لسبب ما الفولتج كان رجع ينزل بالنيجاتيف ده بالشكل ده, فانا كان هيبقى عندي كارنت هيمشي بالعكس. صح؟ كون ان الكارنت مشي بالعكس وانا كنت اوريدي يعني لما الكارنت كان ماشي بالشكل ده كان خزن لي شويه تشارجز هنا, فلما الكارنت يمشي بالعكس يبقى كان التشارجز دي رجعت ترجع تاني. ف
التشارجز او الفولتج في داخل الكاباسيتور محوشه هيبدا يقل، فكان هيبدا يقل كده. في الاخر احنا بنقول ان هو يزيد، يعني احنا بنقول ان هو بيقرب من الزيرو وهو كان نيجاتيف، هنقول ان هو بيزيد، بس انا اقصد كماجنتيود ان هو كان في الاول واصل لماجنتيود 5 وهيرجع ينزل للزيرو. اوكي بس يعني هو ده اللي كان بيوضحه في تكمله حله يعني. تمام، حد عنده سؤال في الكلام ده؟ السؤال اللي بعده سؤال اهبل يعني شويه، مديني الرسمه بالشكل ده اللي احنا لسه عاملينه حالا. ومديني واحده زيها او شبهها اللي هي بقى تبقى الديفرنشيتر. لا سوري، وبيقول لي فايند ريليشن بتوين في ان وفي اوت في الفولوينج سيركتس. فاحنا خلاص عارفين الاثنين انفرتنج امبليفايرز، فنعوض وخلاص يعني على طول. يعني هيبقى عندي ده هنسميه على طول نيجاتيف زد سي اوفر ار في في ان، وزد سي زي ما قلنا هيبقى عباره عن 1 على اس سي، فنعوض 1 على اس سي هنا، فيبقى عندي كده في اوت هتبقى ايكوالز نيجاتيف 1 على اس سي ار في في ان. تمام، وبعد كده في السؤال ده نفس الكلام بالظبط، يبقى عندي في اوت ايكوالز نيجاتيف اللي فوق اللي هو الار على اللي تحت اللي هو زد سي في في ان. اوكي، نعوض بواحد على اس سي فيطلع لي ايه؟ ار على 1 على اس سي في في ان، فكان الار دي مقسومه على 1 فاضرب 1 في 1 واضرب اس سي في ار. تمام، فيطلع لي نيجاتيف اس سي ار في ان. تمام، ده بقول لكم ان هو ده الديفرنشيتر. ليه سميناه الديفرنشيتر؟ عشان الاس دي لما بحولها للتايم دومين او لما بعمل عليها انفرس لبلس ترانسفورم بتقلب ديفرنشيشن، هتقلب معايا ان هي شكلها كده نيجاتيف سي ار في في ان. اوكي لا سوري، الفي ان ممكن تبقى فاريبل، فهتبقى دي باي دي تي في ان. تمام، فعشان كده دي بتبقى ديفرنشيشن. والسؤال كده خلص يعني. حد عنده سؤال هنا؟ تمام. برضو عشان ما ننساش يعني، انا بقول لكم الاس دي اللي هي لابلاس ترانسفورم، بس هي بتبقى ايكوالز جي اوميجا بلس الفا. انتوا لو ما خدتوش كنترول فمش هتبقوا عارفين ايه الالفا، بس هي الالفا في اغلب الاحوال بنعتبرها بزيرو، او يعني دايما في تعاملنا مع الالكترونكس بنعتبرها بزيرو، فبتبقى الاس هي الجي اوميجا. عشان لو جالكوا السؤال ولقيتوا انه كاتب جي اوميجا سي بدل اس سي ما تتخضوش يعني. تمام، نمبر 3 مديني السيركت بالشكل ده. في السؤال ده بيقول لي انه السيركت دي، هو بيقول لي السيركت دي اكتف لو باس فلتر. اوكي، فبيقول لي شو ذات الجين ايكوالز نيجاتيف ار2 على ار1 مضروبة في 1 اوفر 1 بلس اس سي ار2 اس سي 2 ار2. هو كاتبها هنا، كاتبها هنا جي اوميجا ار2 سي2، بس زي ما بقول لكم الاس هي الجي اوميجا. فهو بيقول لي بروف ان الجيم بالشكل ده. اوكي، فنعمل برضه سؤال سهل، هنقول ان احنا في الاخر ده على بعضه هنعتبره اسمه زد. اوكي، فيبقى عندي في اوت ايكوالز نيجاتيف زد على ار1 في في ان. اوكي، ومحتاجين بقى نشوف الزد دي هتطلع لي ايه. الزد دي عباره عن 1 اوفر اس سي 2 بارلل لار 2. تمام، نعمل حته البارلل دي نشوف هتطلع لي بكام او بايه يعني. فهتبقى عباره عن ايه؟ 1 اوفر اس سي 2 مضروبه في ار 2. اوكي، اوفر 1 اوفر اس سي 2 بلس ار 2. تمام، حلو. نضرب فوق وتحت في اس سي 2. تمام،
فيبقى عندي R2 على 1 plus S C2 R2. تمام؟ نرجع نعوض الكلام ده هنا. فيبقى عندي V out equals negative R2 على 1 plus S C2 R2. كل ده على ال R1 مضروبة في VN. تمام؟ ال R1 دي كأنها مقسومة على 1، فهبقى بضرب ال numerator ده في ال denominator ده والواحد في ال R2. تمام؟ فيبقى عندي V out equals negative R2 على R1 مضروبة في 1 plus S C2 R2 في VN. تمام؟ يعني ال R1 دي كأنها اترفعت هنا في الآخر، بقت في ال denominator ده. فا وفي الآخر آخد ال VN دي الناحية التانية، يبقى عندي ده الجين equals وناخد negative R2 على R1 لوحدها مضروبة في 1 over 1 plus SC2 R2. تمام؟ وده بقى وصلنا له ان هو الشكل ده. اوكي؟ ف ده كده الفيرست اوردر لو باس فلتر. انا مش عارف انتوا الحته دي خدتوها قبل كده ولا لا، انه اللو باس فلتر بيبقى 1 بلس اس في يعني اس اوميجا على اوميجا بي. اوكي؟ والاوميجا دي الاوميجا دي الفريكونسي بتاعتي بقى ايا كانت هي ايه؟ مش اس بقى. هتبقى هنا جي اوميجا لحظة واحدة اظن كانت دي تبقى جي اوميجا اظن كده جي على واحد واحد على واحد اللي هي 90 صح أظن. نعم بتقول ايه؟ لا انا بكتب اوميجا بي، اوميجا بي دي كونستنت، هو الكونستنت ده هو اللي بيبقى ايكوال 1 اوفر سي 2 ار 2. اوكي؟ فهي بتبقى شكلها كده، بتبقى 1 بلس جي اوميجا على اوميجا بي. اوكي؟ والاوميجا بي دي بتبقى ايكوال 1 اوفر سي 2 ار 2. تمام؟ فده شكل. نعم ده الكت اوف بالظبط. لا انا بوري لكم عشان يعني عشان لو حد بيتساءل ازاي ده قال ان هو اسمه اكتف لو باس فلتر او فيرست اوردر لو باس فلتر. فهو اللو باس فلتر زي ما بقول لكم بيبقى شكله عامل كده، او الفيرست اوردر لو باس فلتر بيبقى شكله عامل كده. فبيبقى جي اوميجا، الاوميجا دي الفريكونسي بتاعتي ايا كانت هي ايه فاريبل يعني، والاوميجا بي ده الكت اوف زي ما انت بتقول بيبقى ايكوال 1 اوفر سي 2 ار 2. اوكي؟ فلو احنا كنا جينا رسمنا البوت بلوت بتاع الفي اوت او بتاع الجين مع الفريكونسي، الفريكونسي ممكن في الاخر اوميجا دي ستيل اسمها الانجلر فريكونسي عادي اللي هي ايكوال 2 باي اف. تمام؟ فلو رسمت كام على فريكونسي هلاقي ان انا بادئ، لو رسمنا دي كماجنتيود فانا ابقى بادئ عند الزيرو هعوض عند الاوميجا دي بزيرو. اوكي؟ فعند خلينا نكتب هنا كمان نيجاتيف ار2 على ار1، عند الاوميجا دي بزيرو هبقى عندي الترم ده كله بزيرو. اوكي؟ وهيبقى 1 اوفر 1 في الاخر مضروبه في نيجاتيف ار2 على ار1. فكماجنتيود هيبقى بادئ من ار2 على ار1 وهفضل ماشي كونستنت لحد ما اخبط في الاوميجا بي اللي هي ايكوال 1 اوفر سي 2 ار2. اوكي؟ وانس ان انا خبطت في الاوميجا بي هلاقي ان انا بدا يحصل لي اتنويشن بالشكل ده بنيجاتيف 20 دي بي بير ديكيد. تمام؟ فهو ده كده اللو باس فلتر. وفي الاخر هو اللو باس فلتر برضو دي لو حولناها للتايم دومين هي تحويلتها مش تبقى دايركت زي الانتجريتر، بس بنلاقي ان هو انتجريتر بس بيبقى لوسي انتجريتر. لوسي بمعنى ايه؟ ان لو انا زي السؤال اللي فات كنا قلنا ان انا البلس بخمسه وبعد كده نزلت لزيرو، فاحنا كان في السؤال اللي فات قلنا ان احنا هنبقى الاوتبوت هينزل كده ويفضل ثابت لحد ما يحصل اي تغير هنا. لا بس هو بقى في اللوسي انتجريتر او في اللو باس فلتر اللي بيحصل انه لما ما بيحصلش اكيوميليشن للتشارج زياده او الدنيا بتثبت بلاقي ان انا بلوز التشارج اللي معايا.
اوكي فبرجع تاني ارجع للصفر، مش بقى ارجع للصفر او ازيد او كده، مش قصدي مش ممكن ازيد على الصفر او كده، لا انا هرجع للصفر اللي هو كان مفيش اي تشارج بقى عندي. اوكي لحد ما يرجع يحصل لي اي تغير هنا او ده يزيد او يقل، ساعتها ارجع اشحن او اشحن او اشحن بالعكس كده. تمام، حد عنده سؤال؟ تي تمام. اوكي ماشي. بعد كده بيقول لي واتس ذا فولتج جين ات دي سي، بيسالني بعد كده بيقول لي ايه الفولتج جين عند الدي سي. فاحنا هو اللي احنا حسبناه دلوقتي ده هو ده عند الدي سي، يعني كل اللي كنا هنعمله ان انا اعوض بالاس بزيرو، او يعني اعوض عند الاوميجا دي بزيرو واشوف الاوتبوت هيطلع لي بكام، فكان هيطلع نيجاتيف ار2 على ار1 او كماجنتيود ار2 على ار1. تمام. وات ذا فريكوانسي، وات في ات وات فريكوانسي از ذا ماجنتيود اوف ذا فولتج جين ا فاكتور اوف روت 2 ليس ذان دي سي فاليو، اللي هو النيجاتيف 3 دي بي فريكوانسي. هو بيقول لي كده السؤال. فاحنا عارفين الفريكوانسي دي اللي هي الاوميجا بي، بس برضه لو احنا مش فاكرين نراجع الحته دي. احنا المفروض الكوت اوف فريكوانسي هي الفريكوانسي اللي الجين عندها بيبقى ايكوالز الدي سي جين على روت 2. تمام. فاحنا لو جينا عوضنا قلنا ان الكلام ده ايكوالز، خلينا نكتبها في حته ثانيه. لو جينا قلنا ان الجين الجديد هيبقى ايكوالز نيجاتيف ار2 على ار1 مضروبه في 1 على 1 بلس جي اوميجا على اوميجا بي. اوكي الكلام ده هساويه بنيجاتيف ار2 على ار1 كله على روت 2. تمام. فكاني مبدئيا هضرب هشيل ده مع ده. اوكي وهيبقى عندي الفاكتور ده equals 1 over root 2. تمام. وبما اني في الاخر بتعامل مع ماجنتيودز فانا لازم اجيب الماجنتيود بتاع الكلام ده. اوكي الماجنتيود بتاع الكلام ده هو ماجنتيود النيوميريتر على ماجنتيود الدينومينيتور، وماجنتيود النيوميريتر واحد خلاص ما فيهاش حاجه، فهتبقى دي 1 equal 1 over root 2. ودي عشان اجيب الماجنتيود هعمل ايه؟ دي كده كاني يعني دي كده بقسمها في البولر كوردينتس اللي هي بتبقى الريل والايماجينري. ففي الاخر كان النقطه دي عندي عباره عن ايه؟ واحد ريل، ودي اللي هي بتبقى كان هي برضه اسمها الجي يعني، واوميجا اوفر اوميجا بي. اوكي؟ فدي النقطه اللي انا واقف عندها. فعشان اجيب الماجنتيود بتاع النقطه دي في الاخر بعمل سكوير روت ده سكوير بلس ده سكوير. تمام؟ فيبقى عندي روت 1 سكوير بلس اوميجا على اوميجا بي سكوير. تمام. في الاخر اضرب ده هنا واضرب ده هنا فيبقى عندي روت 2 ايكوالز روت 1 بلس اوميجا سكوير على اوميجا بي سكوير. اوكي اخد سكوير روت للناحيتين فيبقى عندي 2 ايكوالز 1 بلس اوميجا سكوير على اوميجا بي سكوير، ونودي ال 1 دي الناحيه الثانيه فتبقى عندي دي 1 ودي تختفي، بقت عندي 1 equals اوميجا سكوير اوفر اوميجا بي سكوير. فبعد كده هيبقى عندي اوميجا سكوير equals اوميجا بي سكوير، فهتبقى الاوميجا equals اوميجا بي. تمام؟ اللي هي الكوت اوف فريكونسي. انا بس بوريكم عشان لو حد مسقط يعني ازاي كنت بقول انها اوفر روت 2 ازاي ظبطت معايا فعلا ان هي الاوميجا بي. تمام؟ فبس احنا كان نعتبر ان احنا عملنا اللي هو عايزه، ان احنا جبنا ال فريكونسي اللي عندها الجين بيتقسم على روت 2. تمام. حد عنده سؤال؟ تمام ماشي. في رقم 4 هعكسها، خلى انا عندي ريزيستنس معايا كاباستر هنا ومعايا فوق ريزيستنس، وبيقول لي هات لي برضو او يعني مديني الجين قايل لي ان هو هيبقى ايكوال نيجاتيف ار2 على ار1 مضروب في جي اوميجا اوميجا ار1 سي1 اوفر 1 بلس جي اوميجا ار1 سي1. تمام. ف بيقول لي شو ذات ان الجين هيطلع بالشكل ده يعني. اوكي ماشي. فاحنا هنلاقي برضو نعمل نفس الكلام بالظبط، هنقول ان انا عندي الجين انا عارف ان هو هيبقى ايكوال نيجاتيف ار2 على زد1، وزد 1 ده اللي هو ايكوال ايه؟ اللي هو عباره عن 1 اوفر اس سي 1 بلس ار 1.
اوكي ناخد هنا common denominator فيبقى عندي 1 plus sc1 r1 اوكي over sc1 وبس تمام نعوض ده هنا فيبقى عندي الجين بنيجاتيف r2 على 1 plus sc1 نعم ماشي هنحطها فوق على طول r1 ودي كانت المفروض تحت عندي اوفر اس سي 1 فكاني بضربها كان دي برده مقسومه على واحد فكاني بضرب دي في واحد وبضرب اس سي 1 في ار 2 فاحطها على طول فوق هنا اس سي 1 تمام ماشي فهضرب فوق وتحت في ار 1 اوكي اضرب فوق في ار 1 وتحت في ار 1 فيبقى عندي ايه ايكوال نيجاتيف هاخد نيجاتيف ار 2 على ار 1 لوحدهم تمام مضروبه في اس سي 1 الار 1 اللي هنا على 1 بلس اس سي 1 ار 1 تمام اللي هو المنظر اللي هم مديهوني يعني يعني دي في الاخر هنشيلها ونحط مكانها جي اوميجا تمام ماشي فبيقول لي بعد كده ان دي فيرست اوردر هاي باس اكتف فلتر تمام ليه برضو دي هاي باس فلتر تعالوا نشوف لو جينا رسمنا دي دي اوميجا ودي الجين ف لو جينا رسمنا عند الزيرو اوكي نعوض الاوميجا دي بزيرو احنا في الاخر ده عندنا كانه نيجاتيف ار2 على ار1 مضروبه في جي اوميجا C1 R1 over 1 plus J omega C1 R1 فلو جينا عوضنا عند اوميجا بزيرو فيطلع لي الترم ده كله بزيرو او يعني الترم ده كله بزيرو فهيبقى مضروب في اي حاجه بزيرو اوكي فهلاقي ان انا بادئ بزيرو تمام بعد كده هلاقي ان انا ايه دي مش هتبان ستريت فورد بس احنا لو عوضنا عند اوميجا بانفينيتي فلو عوضت عند اوميجا بانفينيتي هلاقي ان انا ايه عندي انفينيتي وانفينيتي مش هينفع اعملها فبعملها بالليمت ان انا بقسم فوق وتحت على اوميجا فيبقى عندي لما فوق اقسم على اوميجا كان مفيش اي حاجه هتبقى جي سي 1 ار 1 اوفر دي برده لما هقسم تحت على اوميجا فدي هتبقى جي سي 1 ار 1 اوكي بلس 1 اوفر اوميجا ونعوض بقى هنا عند اوميجا بانفينيتي فهتطلع دي 1 اوفر انفينيتي اللي هي بزيرو فكانها راحت فيبقى لي ايه جي سي جي سي 1 ار 1 على جي سي 1 ار 1 اللي هما هيروحوا مع بعض وكل ده كان مضروب في ار 2 اوفر ار 1 اوكي فانا هلاقي ان انا عند اوميجا بانفينيتي هيبقى الاوتبوت بتاعي او الجين بي ار 2 على ار 1 اوكي في بقى نقطة بيحصل عندها ترانزيشن ما بين النقطتين دول او يعني هي اللي اللي بتبقى الكات اوف الجديدة بتاعتي هنلاقي ان هي ال 1 اوفر سي 1 ار 1 او اللي هي الاوميجا بي الجديدة تمام فلاقي ان انا عند النقطة دي بعدها بقيت ثابت على الفاليو ده وقبلها كنت طالع من زيرو اوكي دي برضو هنعرفها ازاي ونتاكد منها ازاي لو عوضت لو شفت الـ الـ النقطه اللي عندها بالنسبه للهاي باس فلتر انا بشوف الـ 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 لما يكون الاوتبوت عند انفينيتي بكام اوفر روت 2 ونعوض في الايكويشن دي نشوف هيطلع لنا الكات اوف فين فنلاقي ان هو هيطلع بالسي 1 ار 1 اوكي ممكن نعملها برضو بس اشوف لو هو طالب حاجه ثانيه يعني هو في السؤال قال لي يعني قال لي احسب الجين الاول بعد كده قال لي اجيب الفولتج جين عند as the frequency becomes very large اللي هو infinity وبعد كده بيقول لي at what frequency is the magnitude of the gain a factor of 2 less than مش عارف ايه فتعالوا نعملها بايدينا ونشوف ما هي ما هي بالظبط هو عشان انت عندك زيرو في الاول بالظبط انت عشان عندك زيرو عند الزيرو يعني لو كانت دي 1 بلس فما كنتش هتقدر تعمل كامل الاول
بس كون ان هي على طول اسمها جي اوميجا فانا كده عندي زيرو بادئ من الزيرو. فانا من الاول بادئ بطلع ب 20 دي بي بير ديكيد. اوكي؟ بعد كده خبطت في البول ده اللي هو عند ده في الاخر اللي هو اسمه جي اوميجا على اوميجا بي اللي هو 1 اوفر سي 1 ار 1. فخبطت عنده عند الاوميجا بي اللي هي النقطه دي. فلما بخبط عنده البول يعني الزيرو بيعوز يطلعني 20 دي بي بير ديكيد والبول بينزلني 20 دي بي بير ديكيد. فهو كان عايز ينزلني 20 دي بي بير ديكيد بس انا اصلا بادئ ب 20 دي بي بير ديكيد فهيبقى 20 ماينس 20 بزيرو فكاني هثبت مكاني. اوكي؟ لو كان مثلا عندي بول زياده او لو كان عندي اللي تحت ده سكند اوردر فكان هلاقي ان انا في نقطه بعدها هلاقي ان انا بنزل تاني ب 20 دي بي بير ديكيد فهتبقى سلوب 0 ماينس 20 دي بي فكنت هلاقي ان انا برجع انزل. بس مش حاصل لي هنا. اوكي؟ فانتوا عايزيني طيب اعمل معاكم حته الماث ولا انتوا تمام؟ ماشي. اوكي. نمبر 5 اكبر شويه. مديني ايه بقى؟ هو يعني اسمه بي اي دي كنترولر. اوكي؟ مش انتوا خدتوا كنترول صح؟ بعد ما تم الكلام ده ماشي مش مشكلة. نعم؟ ايوه ايوه يعني انت تقصد هتاخد الكلام ده بعد ما تم اللي انا بقوله. اه ماشي ماشي مش مشكلة احنا في الاخر مش مهتمين بالمسمى يعني. بيديني الشكل ده وبيقول لي calculate the transfer function of the circuit shown. هو بيقول لي الاول calculate the transfer function وبعد كده بيقول لي if ال gain A0 equals infinity what choice of component values reduces مش عارف ايه. طيب واحدة واحدة عايزين الأول نحسب الجين بتاع المنظر ده. اوكي؟ هو قال transfer function فالترانسفير function اللي هي الجين بس معايا الاس يعني. اوكي؟ فبرضه عادي جدا نقول ان في اوت على في ان هيطلع بنيجاتيف Z2 على Z1. تمام؟ Z2 هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 over S2 SC2 parallel ل R2 وزيها Z1 عبارة عن 1 over SC1 parallel ل R1. تمام؟ فنشيل كل واحدة يعني نعوضها فيبقى عندي هنا ايه؟ R2 على SC2 كل ده over R2 plus 1 over SC2. تمام؟ ناخد هنا common denominator او يعني اضرب فوق وتحت في SC2 فيبقى عندي R2 على 1 plus SC2 R2 وزيها بالظبط اللي تحت هتبقى R1 على 1 plus SC1 R1. اوكي؟ نعوض الكلام ده هنا فيبقى عندي ايه؟ الجين هيبقى equals negative R2 على 1 plus SC2 R2 كل ده over R1 over 1 plus SC1 R1. تمام؟ نضرب ده في ده وده في ده فهيبقى عندي كده هلاقي انها هتبقى equals negative R2 على R1 مضروبة في اللي تحت ده في 1 plus SC1 R1 over 1 plus SC2 R2. حد تايه يعني ازاي وصلت من هنا لهنا؟ بالظبط هضرب في النيوميريتر في دينوميتر والنيوميريتر في دينوميتر. تمام؟ فوصلت للشكل ده هلاقي ان انا بقى عندي بول عند يعني عندي هنا اوميجا بي هتبقى ايكوال 1 over C2 R2. تمام؟ وهيبقى عندي 0 عند 1 over C1 R1. اوكي؟ فده كده بيبقى ال PID controller اللي هو بيبقى اسمه ال PD اللي هي بتبقى proportion اللي هي كأنه constant بعد كده فيها وال I اللي هي integration دي differentiation. بس زي ما بقول لكم المسمى لسه هتعرفوه قدام مش مهم دلوقتي. بس المهم ان احنا في الاخر لقينا ان انا عندي pole و 0. اوكي؟ ف شكل الترانسفير فانكشن بتاعتي هتبقى عامله ازاي؟ فهيبقى باند باس بالظبط.
هيبقى بان باس. هي واحده بتطلع واحده تنزل على حسب ما فين باس بالظبط. لا بس هي مش بان باس، هي هتبقى بس خلينا اقول لكم حاجه، خلينا ناخدها واحده واحده عشان بس احنا مش هنبدا من الزيرو، عشان كده اقول لك ان انا مش بان باس بالظبط. لو جينا عوضنا عند اوميجا بزيرو، فعند اوميجا بزيرو هنلاقي ده صفر وده صفر، هيبقى عندي 1 اوفر 1 مضروب في نيجاتيف ار2 ال ار1. فانا هلاقي ان انا عند الزيرو بادئ ب ار2 اوفر ار1 تمام، وافضل ماشي بقى لحد ما اشوف هخبط في انهي واحد الاول. فهنقول ان انا هخبط في الاوميجا بي الاول، تمام. لو خبطت في الاوميجا بي الاول يبقى انا هنزل ب 20 دي بي بير ديكيد، هفضل انزل كده لحد ما اخبط في الزيرو وهثبت. اوكي هثبت عند كام بقى؟ دي ممكن نحسبها. اوكي او يحصل لي العكس، ان انا كنت ابقى بادئ كده ثابت واطلع وبعد كده ارجع اثبت، تمام، على حسب اوميجا الزيرو جت الاول ولا البول جه الاول، تمام. بالظبط انا ده يعني باند باس لازم يبقى عندك بول تاني عشان او زيرو تاني عشان يرجع يطلعك او ينزلك، فاهم قصدي؟ نشوف بس هو طالب ايه في السؤال بعد كده. بيقول كالكليت ذا ترانسفير فانكشن، بعد كده بيقول اف اي زيرو بانفينيتي. ماشي هو يعني في معلومه في الاول قايلها انا مش قادر افهم هو بيقول بيها ايه. بيقول عن اف اي 0 ايكوالز انفينيتي، بعد كده بيقول لي وات تشويس اوف كومبوننت فاليوز. انا مش فاهم يعني ايه 0، غالبا قصده ان الجيم بتاع الاوب ام ده بانفينيتي، مش عارف بس هي يعني مش هتفيدنا في الحل يعني كده كده. بيقول لي وات فاليو وات تشويس اوف كومبوننت فاليوز ريديوسز في اوت اوفر في ان، او الجين ده ان هو يكون يونيتي اللي هو يكون الفاليو بتاعه بواحد عند الفريكونسيز كلها ات اول فريكونسيز، تمام. فسؤال زي ده نحله ازاي؟ انا عايز في الاخر اضمن انه الاوتبوت بتاعي هيكون بواحد في كل الاحوال. فدي نعملها ازاي؟ مبدئيا كفكره عشان نعملها محتاج ار2 في الار1 يبقى بواحد، عشان ابدا من هنا اصلا ان انا بواحد. واحد على البو بلوت دي اللي هي كاني بزيرو، او يعني لا هي واحد عادي يعني، دي كده تبقى بواحد مش بزيرو. ف ده هيبقى مكان ار2 في الار1 بتاعي ب1. وبعد كده محتاج ان انا طالما انا هثبت واحد عند كل الفريكونسيز، فانا محتاج ان الكلام ده ما يحصلش، الطلع والنازله دي ما تحصلش. فعشان الطلع والنازله دي ما تحصلش لازم اضمن ايه؟ مش تشيل الكاباستر، تضمن انت البول فريكونسي تكون ايكوال للزيرو فريكونسي، بحيث ان انا ما الحقش ولا اطلع ولا انزل، تمام. فهو اللي عمله ايه في الاخر في الحل؟ قال ان انا هقول انه ار2 اوفر ار1 هتبقى ايكوال. انا في الاخر عايز اختار الكومبوننت فاليوز، فانا هخلي ار2 اوفر ار1 تبقى ايكوال، دي كده كده بواحد وفي نفس الوقت هيخليها ايكوال 1 بلس اس، هو يعني مش اس بقى، هتبقى ساعتها 1 سكوير بلس. هو الحركه اللي هم عملها دي مالهاش لازمه الصراحه، مش عارف هو استفاد ايه يعني. بالظبط مش فاهم هو يعني ليه عمل كده، ما في الاخر هيوصل نفس الحاجه. ماشي هو ممكن على ان احنا يعني في الاخر احنا عملنا بنقول كده عشان احنا خلاص فهمنا ان ده اللي احنا محتاجين نعمله، بس ممكن لو واحد قافل دماغه مش عارف فساعتها هيقوم يقول ايه، ان انا في الاخر عايز اضمن انه الكلام ده بواحد، اخلي نعم يشيلهم ويريح دماغه. لا ثانية كده هو صح، بس هو بيبقى فيه هو هيرجع عادي الانفرتنج امبليفاير العادي، بس هو ده كده بيبقى اسمه اول باس فلتر. الاول باس فلتر كان بيبقى ليه لازمه معينه بس انا مش قادر افتكر. مش هو بيعمل نفس الغرض ان هو ما بيخليش لا فيه بول ولا زيرو، يعني بيخليها كلها بس غالبا الاول باس فلتر غالبا بيلعب في الفيز بشكل ما، بس هنا برضه هنلاقي ان الفيز راح يعني. هي ليها لازمة، هي ليها لازمة بس أنا مش قادر أفتكر الصراحة إيه لازمتها دلوقتي. بس هي يعني في حاجة اسمها أول باس فلتر، ده غير الباند باس واللو باس والهاي باس. الأول باس فلتر ده بيبقى فلتر بواحد دايما أو بيونيتي في الـ في الـ في الجين أو في الماجنتيود، واحد أو يعني أي ماجنتيود بس المهم يبقى ثابت، وفي الفيز بيتغير.
فبيبقى ليه استخداماته. بس هنا انا برضو مش لما وانا بفكر ما هتبقى دي لما احسب الفيز بتبقى تان ده على ده، فهيبقى المفروض يعني المفروض الفيز هيشيل بعضه مش عارف. بس يعني لا هي دي زي ما بقول لكم ليها لازمه عن الانفرتنج امبليفاير العادي. اوكي انا بس بحاول اشوف هو عملها ازاي للي مش فاهم، عشان يعني انا مجمع انتوا فاهمين بس في الفيديو ممكن ما يكون حد مش فاهم فعايز اعملها، بس بحاول افهم هو عملها ازاي. يعني وقال ان انا عايز ان تكون R2 على R1 كماجنتيود بقى مضروبه في روت 1 بلس دي جي اوميجا سي 1 ار 1، فهتبقى اوميجا سكوير سي 1 سكوير ار 1 سكوير اوفر روت 1 بلس اوميجا سكوير سي 2 سكوير ار 2 سكوير، الكلام ده بيكوالز 1. فهودي ار 2 على ار 1 الناحيه الثانيه، فيبقى عندي الكلام ده كده ايكوالز R1 over R2 تمام. ف ونضرب R2 هنا ونضرب ده هنا، فيبقى عندي R2 مضروبة في روت 1 plus omega square C1 square R1 square equals R1 root 1 plus omega square C2 square R2 square تمام. بعد كده قال ايه؟ قال ان انا هاخد هعمل سكويرنج للناحيتين، فهبقى شلت الروت ده واشيل الروت ده، ويبقى كده الار 1 والار 2 بقى عامل لهم سكوير. بعد كده اعمل ار 2 سكوير بلس ار 2 سكوير، او خليه بقى كل ده سكوير اوميجا سي 1 ار 1 ار 2 كل ده سكوير ايكوالز ار 1 سكوير بلس اوميجا سي 1 ار 1 ار 2 كل ده سكوير. فانا الحل الوحيد عشان الايكويشن دي تظبط لازم اقول ان ده ايكوال ده وده ايكوال ده. فانا عندي او ده اوريدي اصلا دي سي 2 فاقول ان ده ايكوال ده وده ايكوال ده، فيبقى عندي كده ار 2 سكوير ايكوالز ار 1 سكوير، ف ار 1 ايكوالز ار 2، وعندي اوميجا سي 1 R1 R2 هتبقى equal omega C2 R1 R2. انا اوريدي خلاص قايل ان دول هيبقوا equal لبعض، كان بقى عندي مثلا R1 سكوير هنا وهنا R1 سكوير فراحوا مع بعض، وبما اني بقول ان دول equal لبعض فانا عايز عند all frequencies برضو دي تروح مع بعض، هيبقى C1 equal C2 تمام. والكلام ده كنا يعني انا عارف على طول من هنا ان انا كنت هقول R2 على R1 عايزها بواحد، فتبقى دي equal لدي، وعندي بعد كده C1 R1 equal C2 R2. ف وانا لسه قايل ان انا عايز اخلي R1 equal R2 فهيبقى C1 equal C2. بس يعني زي ما نقول ده لو حد مش لاقط الفكره ورا الموضوع ان انا محتاج ان انا اخليها بواحد في كل الاحوال تمام. عندك سؤال؟ ماشي اخر سؤال بقى هنعمله النهارده نلحق نمبر 7 بيقول show using ideal op amps how to realize a PID controller. برضو مش مهم ان احنا مش عارفين هو شرحه. بيقول that has the input output relation y equals k1 في x plus k2 integration x dt plus k3 dx by dt. We will find the constants K1, K2, K3 in terms of the used resistors and capacitors. فالموضوع من الاخر يرجع لي انا في الاخر في كل حاجه يعني. ف احنا دلوقتي عارفين ان المنظر ده عباره عن inverting amplifier. يعني في الاخر انا لو عايز ان انا اجيب Y equals K1 في X. الـ X هو الـ input والـ Y هو الـ output. فانا ممكن اعمل ايه؟ inverting amplifier عادي جدا. دي كده الواي ودي الاكس، واحط هنا اي فاليو الار 1 وار 2 انا عايزه، فهيطلع لي في الاخر ان واي ايكوالز نيجاتيف ار 2 على ار 1 في اكس تمام. فانا كده عملت اول جزء تمام. بعد كده وهو بيقول لي هات الفاليو بتاع كي 1 وكي 2 وكي 3 على حسب الفاليوز اللي انت مستخدمها، فاحنا نحط اي فاليوز احنا عايزينها
بس في الاخر احنا عارفين ان ده كده هو ده الكي 1 تمام. بعد كده الحته الانتجريشن دي هعملها ازاي بالانتجريتر اللي احنا لسه متعلمينه اللي هو نسخه من ده بس احط فوق كاباستر. دي برضو واي ودي اكس، انا بقسم واي واكس عشان في الاخر كاني بعمل سوبر بوزيشن تمام، بما ان انا بعمل حاجات لينير يعني. فعندي هنا اسمي ده ار 3 واسمي ده سي 1، فيبقى عندي واي ايكوالز نيجاتيف 1 اوفر اس سي 1 ار 3 تمام، مضروبه في اكس. ولما اجي احول ده للتايم دومين فيبقى عندي واي ايكوالز نيجاتيف 1 اوفر سي 1 ار 3 في انتجريشن اكس دي تي تمام. فبقى عندي وصلت للمنظر اللي هو عايزه، وكي 2 هي دي النيجاتيف 1 اوفر سي 1 ار 3 تمام. بعد كده اخر واحده عندي الكي 3 هيبقى ديفرنشيتر هو دي اكس باي دي تي، فهتبقى بالشكل ده. نسمي دي ار 4 وده ار 2 ودي واي ودي اكس، فيبقى عندي واي ايكوالز نيجاتيف هتبقى واي ايكوالز نيجاتيف 1 اوفر ار 4 سوري على 1 اوفر اس سي اس سي 2، فهتبقى ايكوال نيجاتيف اس سي 2 ار 4 مضروبه كلها في اكس، ونحولها للتايم دومين فيبقى عندي واي ايكوالز نيجاتيف سي 2 ار 4 يعني تبقى تحت واي ايكوالز نيجاتيف سي 2 ار 4 في الديفرنشيشن ده دي اكس باي دي تي. اوكي انا في الاخر بحط في الديفرنشيشن اي فاريبل عندي، فسي 2 ار 4 دول كونستنت عشان كده بخرجهم بره، فبقى عندي كده الديفرنشيشن الثالثه وهي دي اللي هي كي 3 تمام. انا كده بس ما خلصتش، انا كده عملت كل بلوك لوحده، ناقص ان انا اجمعهم هم الثلاثه مع بعض. التجميعه دي كده محتاج ان انا احطهم في سامنج امبليفاير تمام، اللي هو عكس الديفرنس امبليفاير بس بتحط الثلاثه تحت بعض على نفس الوصل بالظبط. فالثلاثه دول هعتبر ان انا خلاص هم معايا، معايا ادي مثلا دي هسميها واي 1 ودي واي 2 ودي واي 3، فمعايا هنا واي 1 واي 2 واي 3 نوصلهم بقى مع بعض بالشكل ده. ده كده الواي الحقيقية. ناخد بالنا بقى من حاجة، انا هنا سميت ان دي عرفت خلاص ان هي دي الكي 1 ودي الكي 2 ودي الكي 3. انا لما هاجي هنا اعمل السامنج امبليفاير لما اسمي ده ار اكس وده ار واي وده ار زد وده ار اف، فيبقى عندي الواي كده ايكوالز نيجاتيف ار اف، خلينا النيجاتيف دي بره، نيجاتيف ار اف على ار اكس في واي 1 بلس ار اف على ار واي في واي 2 بلس ار اف على ار زد في ار 3 تمام. فانا عندي اوبشن من اثنين، يا اما ان انا اعوض في الاخر اشيل كل واي 1 واحط مكانها يعني الايكويفالنت بتاعتها اوكي، واشوف التوتال كي 1 بكام، يعني في الاخر في الحاله دي الكي 1 الحقيقيه هتبقى ايكوال نيجاتيف ار 2 على ار 1 مضروبه في نيجاتيف ار اف على ار اكس اوكي، وفي الاخر نيجاتيف هتروح مع النيجاتيف. فانا ممكن اعمل كده او ان انا في الاخر اقول ان الار اف هقول ان دول كلهم ايكوال لبعض، فيبقى عندي ار اف اوفر ار اكس ب 1 ار اف اوفر ار واي ب 1 ار اف اوفر ار زد ب 1، فابقى مجرد عوضت بالوايات ومضرب في النيجاتيف، فابقى بس في الاخر اللي هعمله ان انا اشيل النيجاتيف من كل كي تمام، وابقى كده جبت له الفاليوز بتاعت الكي 1 والكي 2 والكي 3 بتوعي، وابقى خلصت حل ماشي. في نقطة أخيرة بس هقولها قبل ما ننهي، نقطة سريعة يعني عشان في سؤال في آخر شيت 3 ما عملناهوش وممكن حد يتلخبط فيه.
ان كان في شيت 2 كان طالب مني سؤال بيقول لي عايز اعمل y equals مش فاكر كانت نيجاتيف 3x بلس مثلا 2x بلس حاجه كده. فهو كان طالب مني ان انا اعمل فانكشن يعني دي اسمها v1 ودي اسمها v2 وكلام كده. فاحنا كنا عشان نعمل حاجه زي كده كنا نعملها ازاي؟ اي بلس بعملها بسامنج امبليفاير. اوكي، فانا كنت مثلا المنظر ده هقوم واخده في الاخر ان هو انفرتنج امبليفاير، يبقى ده مثلا الريزستنس ده ب 3 كي والريزستنس ده ب 1 كي، بحس ان انا في الاخر لما هعمل نيجاتيف ار 2 على ار 1 يطلع لي نيجاتيف 3 كي او نيجاتيف 3 في الانبوت ده اللي هو مثلا اسمه في 1. تمام، فكده كده عملت الواحده. الثانيه دي لسه مش عارف اعملها، اوكي، او هعرف بس هوريكم ازاي. فالثانيه دي مثلا كنت هخليها ايه؟ هسمي دي 2 كي ودي 1 كي وهيطلع لي ان اللي تحت ده نيجاتيف 2. اوكي، لو عايز اقلبه اخليه بلس 2 هعمل ايه؟ احط وراه انفرتنج امبليفاير تاني. بواحد. اخلي الريزيستورز دول ايكوال لبعض، نسمي ده ار اكس وده ار اكس. فابقى في الاخر عندي نيجاتيف ار اكس على ار اكس اللي هي ايكوالز نيجاتيف 1، فابقى كل اللي انا عملته ان انا ضربت الاوتبوت بتاعي في نيجاتيف 1. اوكي؟ فابقى جبت الاثنين. بس برضه ناخد بالنا من حاجه، ان انا مش محتاج ان انا اعمل ستاب دي من دلوقتي، انا كنت ممكن اوفرها اعملها في الاخر، عشان في الاخر لما هعمل سميشن للحاجات دي انا هدخلهم على سامنج امبليفاير اللي هو اصلا بيحط لي نيجاتيف ساين غصب عني. اوكي؟ فانا هلاقي ان انا لا العكس، انا كنت دي هسيبها زي ما هي بنيجاتيف 2. اوكي؟ ودي اللي احط لها انفرتنج امبليفاير تاني احولها ل 3 وهي تتحول لنيجاتيف 3 في الاخر. على حسب انا معايا حاجات بعملها، على حسب انا معايا النيجاتيف اكتر من البوزيتيف ولا العكس. لو معايا البوزيتيف اكتر يبقى احوش النيجاتيف دي او الضربه في النيجاتيف في الاخر. تمام؟ بس ده اللي انا كنت عايز اقوله. كله تمام؟ تمام، شكرا يا شباب.